الله جل وعلا منزه عن الولد سبحانه وتعالى، لكن ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص لأن الله، لكن يقول ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص لأن الله تعالى منزه عن النقص؟ يعني يبي تشبه بالله عز وجل، هذا كلام باطل. أنت بحاجة إلى الولد، وأما الله فهو غني عن الولد، الولد محتاج إليه جل وعلا، لا أنه هو محتاج إلى الولد. أما أنت بحاجة إلى الولد، إلى أصابك مرض ولا كبرت ولا، من الذي يقوم بشؤونك؟ ولا أصابك فقر، من الذي ينفق عليك؟ من الذي يدافع عنك؟ أنت بحاجة إلى الولد، هذه ضرورة فطر الله عليها البشر والناس. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، هذا من تعداد النعم التي في سورة النحل، الله عدد فيها النعم، ومنها أن الله جعل لكم أولادا وحفدة من زوجاتكم. نعم.